قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. يبقى الآية اللي قبليها بيقول لهم لا أتبع أهواءكم، أنتوا أصحاب هوى، أنا صاحب بينة، أنا صاحب الحق، أنا على بصيرة من الشرع والدين، أنا ربنا أيدني بمعجزاته، إزاي أعمل زيكم وأتساوى بيكم في الضلال؟ أنتوا أصحاب كبر وهوى صرفكم عن الحق، لكن أنا صاحب بينة وصاحب حق، كيف أدعو غير الله كما تفعلون؟ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أنتوا كذبتم بهذا، ما عندي ما تستعجلون به. لأن المشركين كانوا كل شوية يا رسول الله مش بتقول في عذاب، فين العذاب ده؟ وده كان بيثقل جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا بيتهكموا، مش بتقول لنا لو ما قبلناش هتنزل صاعقة من السماء، فين؟ أو هينزل يعني نوع من العذاب، فين؟ مش شايفين، يبقى أنت على باطل. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف الخزلان، ما قالوش لو ده الحق من عندك فاهدينا إليه، قالوا لا لو ده حق عذبنا مش عايزينه. شوف الكبر والضلال. النبي بقى بيقول لهم أنا مش عندي العذاب ده، لأن كل شيء مرجعه إلى الله. ما عندي ما تستعجلون به، إيه الحكم إلا لله. أنا مجرد عبد الرسول، مواضيع مش في إيدي، ولا البينات في إيدي، ولا المعجزات في إيدي، ولا العذاب في إيدي. أنا مؤتمر بأمر ربنا، مؤتمر بأمر ربنا عز وجل، أنا بشر الرسول. إن الحكم إلا لله، يقص الحق، قوله حق، أخباره حق، وأحكامه عدل، وهو خير الفاصلين، هو اللي بيقضي بقضائه وحكمه وحكمته بين الحق والباطل، ويفصل بين الحق والباطل.